في سنة 1979 قامت جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية ببحث بسيط جداً على 100 طالب تخرجوا في إدارة أعمال ماجستير. والبحث هذا كان يتمحور حول 100 طالب، هل عندهم أهداف في 10 سنوات القادمة؟ طبعاً المجموعة تاع الطلبة انقسمت إلى 3 أفواج. الفوج الأول فيه 84 طالب تقريبا، الفوج الثاني فيه 13 طالب، والفوج الثالث فيه 3 طلاب. الفوج الأول اللي فيه 84 طالب ما عندهم ولا أهداف، يعني هما بالنسبة لهم عندهم ماجستير إدارة أعمال في 1979 من أرقى الجامعات في العالم. يقول لك أنا علاش نكتب أهدافي وعلاش هل عندي أهداف ما عنديش، مادام أني متخرج من جامعة مرموقة فليس داعي أن يكون عندي أهداف. المجموعة الثانية فيها 14 أو 13 شخص عفوا عندهم أهداف وعندهم رؤية ولكن ما عندهمش مخطط وما عندهمش مش مكتوبة. المجموعة الثالثة اللي فيها 3 أشخاص عندهم أهداف مكتوبة ومخطط لها على مدى 10 سنوات. العبرة بالخواتيم أو العبرة بالنتائج كما يقال. وش عملت نفس الجامعة؟ بعد 10 سنوات عودرت مع نفس المجموعة من الطلبة البحث أو خلينا نقوله المتابعة. وش لقت؟ لقت أنه المجموعة الثانية اللي فيها 13 شخص المداخيل تاعها السنوية ضعف المجموعة الأولى اللي عندها 84 شخص. العجيب والمفاجأة أن المجموعة الثالثة اللي فيها 3 أشخاص مداخلهم السنوية 10 أضعاف المجموعتين. لماذا؟ لأنهم ببساطة تعاملوا مع أهدافهم بأكثر جدية. سيكون موضوع هذا العدد معك سفيان بوطبة في برنامج دقائق من حياتي، الأهداف وكيف نتعامل معها. قبل أن أبدأ أريد أن أشكرك على المشاهدة مسبقاً، وأنا بالنسبة لي أيضاً موضوع الأهداف وكلنا عندنا أهداف من المواضيع المهمة جداً في حياة الإنسان، لذلك في هذه الدقائق البسيطة التي سوف تجمعني معك سوف نتكلم عن هذا الموضوع بأكثر جدية وأكثر دقة. هل أنت جاهز؟ شكراً لك. تعريف الهدف بسيط جداً، خلينا نبدأ به. الهدف هو بيان بالنتيجة المطلوبة بمقياس كمي وموعد زمني. هذا هو الهدف، هذا هو تعريف الهدف يعني بصفة عامة. لما نقول تعريف الهدف هو بيان بالنتيجة المطلوبة بمقياس كمي وموعد زمني، معناها بيان معناتها مكتوب، يعني بيان واضح صح بالنتيجة المطلوبة، معناتها ليست النتيجة المرجوة، النتيجة المطلوبة يعني واش تحب انت، بمقياس كمي معناتها كمية، وموعد زمني معناتها زمن. نعطيك مثال، لو نقول لك أخي نقول لك والله أنا هدفي أن أنجح في حياتي، هذا موش هدف، هذه ممكن تكون أمنية. لو نقول لك مثال أني حاب نكون غني، موش هدف، ممكن أمنية. نقول لك أني حاب نكون سعيد في حياتي، هذا موش هدف، هذه أمنية. لو نقول لك أيضا والله أني حاب ندير الخير صح، هذا هدف ماشي أمنية، أو أمنية مش هدف عفوا. الهدف هو أن يكون محددا. ما معنى محددا؟ لو نتحدث عن المال، ما هو الثمن أو ما هو العدد بالتحديد أو العائد المالي الشهري أو السنوي الذي تريد أن تصل إليه؟ مش تعتقد
أن تصل إليه؟ ما الذي تريد أو الهدف الذي تريد أن تصل إليه يكون مكتوبا؟ يعني مثال تقول لي في المال، قولي نحب نوصل لا أدري عائد مالي سنوي لا أدري مليون دينار، يعني 100 مليون، صح؟ العبرة أنك تكتبه، اكتب 100 مليون في سنة كذا. هنا واني جايك، ما تقلقش، لأنه راح نروحه يعني خطوة بخطوة. قلنا بمقياس كمي وموعد زمني، يعني زيد دير الموعد. لماذا؟ لأنه الهدف العقل يتعامل معه بطرق مختلفة. لو مثال، نعطيك مثال، لو نقول لك نلتقي، خلينا تلاقوا في موعد عمل أو عشاء أو غدا، منش عارف، فنقول لك نتلاقوا العشية، قولك تلاقوا العشية إن شاء الله، خلاص تقول لي خلاص العشية نتلاقوا. الآن العشية هذه، العبارة هذه، العشية هذه واسعة أو يعني خلينا نقول طويلة. قادر العشية بالنسبة لك راح تكون بعد الظهر، يعني قادر تكون على الزوج ولا على الثلاثة العشية. بالنسبة لي قدر تكون على الساعة الخامسة. فاحنا مازال ما اتفقناش على خلينا نقول وقت محدد لهذا الموعد. فانت ما تتصل بي على الزوج تقول لي سفيان وين راك؟ نقول لك انا في الدار. فتقول لي ماشي اتفقنا نتلاقاو العشية؟ نقول لك لا بصح العشية انا عم بالي على الخمسة. فتقول لي لا انا عم بالي على الزوج ولا على الثلاثة. فهنا ما اتفقناش في موعد. لماذا؟ لانه لم نحدد الموعد. الموعد اللي نلتقوا او نلتقي فيه هو هدف بالنسبة للعقل. لذلك العقل يتحفز بالتحديد. كلما أردت أن خلينا نقول تضع هدف في حياتك، مليح أنك تحدده، يعني تحدد ماذا تريد بالضبط. حتى السيارة، إذا أردت أن تشتري سيارة مثلا، مش عارف إذا صارت لك، هل صارت لك مرة أن قلت لي نشري السيارة الفلانية اللون الفلاني السنة الفلانية؟ فرضا صارت لك أنك كملت الكلام، شفتها جزء قدامك ونفس النوع ونفس اللون. أنا صارت لي من قبل، قول السيارة الفلانية والله أني حاب نشري هذيك السيارة، والعام 2019 و2018 اللون الفلاني، المحرك الفلاني. فهنا وش مديت؟ أكمديت تحديد للعقل. وكلما كان التحديد أدق، كلما تعامل العقل بطريقة أفضل وأفضل وأفضل. لذلك الهدف من الأول يجب أن يكون محددا، يعني كلما كان محددا كلما كان أفضل. لما تقول أريد أن أشتري منزلا، صحوين شحال من متر مربع، في أي منطقة، في أي ولاية، في أي جهة، يعني في أي منطقة حاب تشري هذاك المنزل. فكلما أعطيني شكله، أعطي لي لا أدري وقتاش راح تسكن فيه، وقتاش راح تبنيه، وقتاش كذا. فهنا تتعامل مع هدفك بأكثر جدية. لماذا؟ لأنه إحنا مع الأسف أهدافنا كبيرة، وكل واحد فينا اللي يشاهد فيا، اللي راه يسمع فيا، أنا أيضا لو نشاهد العدد هذا أو البرنامج بصفة عامة، عندي أهدافي، عندي أهدافي المهنية، عندي أهدافي الشخصية، عندي أهدافي في المجتمع، لا أدري مهني مالي، لا أدري. فالأهداف هذه إذا لم أحددها سواء بالكم، بالكمية معناتها، أو بالزمن، العقل لا يتعامل معها بجدية. واضحة؟ صح. لن نروح لنقطة أخرى في التعامل مع الأهداف. الهدف مثلا، لو خلينا نديروا مثل هكا هدف معين، أقول لك مثال، أريد أن يكون عندي مبلغ مالي، عائد مالي شهري، اللي هو مثال 200 ألف دينار، 20 مليون شهريا، صح؟ وعلاش أعطيتك مثال؟ لأنه أنا مريت بهالتجربة. أقول لك مثال 20 مليون شهريا، نكتب الهدف، صح؟ هنا نروح للخطوات، ماذا سأفعل لكي أحقق هذا الهدف؟ لأنه وش اتفقنا؟ اتفقنا في العادة إذا أراد الإنسان أن يغير النتائج عليه أن يغير العادات. فليس من المنطقي وليس من المعقول أن أبحث على نتائج مختلفة وأنا عندي نفس العادات، هذا أمر غير منطقي. فلذلك العبرة ليس في الهدف، ولكن العبرة في العادات اللي عندي. فأغير العادات تتغير النتائج. لذلك كيفاش مثلنا نخلص لا أدري 2 ملايين أو 3 ملايين في الشهر، ونبقى عندي نفس العادات، ونعرف نفس الأشخاص، ونتعلم نفس العلم،
وأبحث على نتائج مختلفة. هذا أمر غير منطقي. لذلك العبرة ليس في الهدف، ولكن العبرة في ماذا؟ في العادات التي سوف أكتسبها. هنا في هذه النقطة راح ندير ما يسمى بالخطوات. قال مثال، واش لازم لي باش ندخل مثال 20 مليون شهريا فرضا؟ واش لازم لي باش يكون عندي عائد مالي تاع هذا المبلغ 200,000 دينار؟ هنا نروح مثال للتعلم. واش لازم ندير؟ قال مثال المشروع الفلاني، صح، واش راح نتعلم فيه؟ لازم لي نتعلم كيفاش نخدم، لا ادري، بمواقع التواصل الاجتماعي. قال مثال باش نزيد عائد اضافي من اجل اني نساعد روحي، نعرف كيفاش نخدم على الانستغرام وعلى الفيسبوك وماركت بلايس وهذه الاشياء. فهنا نتعلم كيفاش نخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، فنحضر دوره، نحضر لا ادري ندوه عندها علاقه بهذا المجال، صح، ومن بعد نعرف كيفاش نفتح صفحه تاع بيع وشراء ونعرف كيفاش نخدم بها، صح. هنا راني تعلمت حاجه جديده، مليح. واش لازم لي اخر؟ لازم لي اشخاص. حنا قلنا انه في النجاح مش من المستحيل ان الانسان ينجح وحده، فهنا نبدا نبحث على علاقات ونبدا نبحث على اشخاص راح يساعدوني من اجل اني اصل الى هذا الهدف. فكلما اضفنا اشخاص جدد كلما النتائج تغيرت. نعطيك مثال، انا لما كنت نخدم كعون امن، طبعا انا المهنه هذه عمري ما ندمت عليها، ولحد الان ما زال لي يعني كما يقولوا افتخر بها. فقط التحدي هو العوائد الماليه هي اللي كان ما كانتش يعني في المستوى اللي كنت حابه. فكنت نتكلم مع اصدقائي، قلت لهم اني حاب نوصل لواحد الدرجه تاع العوائد الماليه الى هذا العدد، طبعا كان عدد كبير شويه. فقلت لهم حبيت نوصله شهريا. فيعني كنا نخدموا في الليل، فضحكوا عليا يعني سفيان وشاك تدير يعني وشاك تهدر، ريح معانا وريح حلم معانا وانا نقصرو خلاص. تخيل في 2014، بعدها 2015 2016 في بداية 2017 وصلت الى هذاك العدد شهريا. تعرفش ما انت شهريا واش كنت ندي في شهر ك ك كشهرية؟ لا ادري عدت واش كنت نديرو في سنة كعون أمن، عدت نديرو تقريبا في 15 يوم إلى 20 يوم فقط. تخيل معايا هذه الطفرة كلها أو هذه النقلة، موش معناتها أنا ذكي جدا وخارق للعادة، لا عادي جدا، أنه غيرت من منطقة المنطقة اللي فيها، منطقة الأمان، لا سيكوريتي فينونسيير هذيك اللي مهم شهريتي واني لاباس عليا، لا، كيفاش أني حاب نغير النتائج وأنا عندي نفس العادات وأنا نعمل في نفس العمل وأنا نعرف نفس الأشخاص وأنا نتعلم نفس العلم وانا عندي نفس المناطق نروح لها. انا غيرت المنطقه اللي هي منطقه الامن ومنطقه الحركه، رحت الى منطقه حركه، تغيرت النتائج. لذلك من الضروري انه الانسان لما يضع خطوات، الخطوات هذيك تكون عندها علاقه بعادات جديده. اني نتعلم لغه، لو مثال اللغة الإنجليزية راح تعاوني باش ندخل أو يكون عندي مدخول إضافي، معليش نقرأ اللغة الإنجليزية. لو مثال مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت، نتعاوني باش ندير صفحة باش نبيع منتوجات ونشري منتجات وهكذا، مليح ديرها. لو مثال نلقى مشروع معين في التسويق فرضا، هناك مشاريع عدة عندها الاستثمار تاعها بسيط جدا، ممكن ندخل في مشاريع بسيطة وحتى حدد لي عوائد مالية أضيفها للعائد المالي، ان كومبليمون دو ريفوني هكا يسميوه. لو فرضا يطلب أني أعرف أشخاص جدد، نكتب الأشخاص اللي راح نتعرف عليهم وش حين يديروا وين راح نتلاقى بيهم، كيفاش حين يفيدوني، كيفاش حين نفيدهم، صح. لو مثال نقول المنطقة اللي نخدم فيها، المنطقة اللي نخدم نبدأ مشروعي فيها وهكذا. فكل هذه خطوات يجب أن تكتب، صح. كيفاش نكتبوها؟ نكتبوا، خلي نديروا فقط، دير معايا ورقة بسيطة، ورقة أكاط هكذا وديرها بالطول واكتب وقسم هذيك الورقة على أربعة، صح؟ يعني دير أربع مربعات، يعني هذيك الورقة أكاط قسمها هكذا على أربعة، يعني يعود عندك لكاري أربعة في الورقة. لكاري اللي يجي على الجهة اليسرى لما تكون الورقة هكا مقابلتك، على الجهة اليسرى من فوق اكتب هدفك، اكتبوا هذاك الهدف تاعك، اكتبوا وبكل تفاصيله، واضحه، صح. اكتبوا، ممكن تكتبوا باي لون حبيت،
وانا هذه التجربه نعطي لك واش جربت في 2014، واش درت كرؤيه كهدف كمخطط في 2014. بعد 3 سنوات وصلت الى اهداف لم اكن اتوقعها ابدا. يعني كتبت اهداف ولكن ما كنتش نستنى اصل الى ذلك هذيك لا ديتيرميناسيون. يعني وصلت الى مرحله من منطقة تاعي لما كنت فيها قلت محال نوصلها، ولكن أني كتبت تعاملت مع الأهداف بجدية أكبر. هنا هذاك الهدف ندير سهم للتحت وأسأل سؤال، هل هذا هو الهدف الذي أريد أن أصله؟ نعم أو لا؟ واضحة؟ صح. وجاوب أنت راح تجاوب نعم أو لا. صح. المربع الثالث اللي راح يكون من فوق على اليمين، هكذا بهذه الجهة، صح، اكتب ما هي الخطوات التي يجب أن أقوم بها للوصول إلى الأهداف. صح، هذا السؤال تكتبه في المربع الثالث. في المربع الرابع اكتب الخطوات التي يجب أن تقوم بها للوصول إلى الأهداف. ورانا نعطيكم بعد هذا التمرين هدف كتبته قبل أسبوع وتحقق بعد أسبوع، ورانا نعطيكم المثال. صح، نكتب الخطوات. لما نكتب الخطوات نكتبها بجدية، أني مثال نقرأ اللغة الفلانية، أني نروح نسجل في الدورة الفلانية، أني أتعرف على الشخص الفلاني، أني نقرأ الكتاب الفلاني، أني ندخل في مجموعة جروب فيسبوك اللي عنده علاقة بهذا المشروع، أني أبحث، أني أحضر دورة، أحضر ندوة، أحضر تقديم مشروع، بريزونتاسيون، سويفي، لا أدري، كل يعني الخطوات اللي لازم تديرها باش توصل للهدف تاعك. صح، هنا واش تدير بعدها؟ بعدها دير اشطب الهدف تاعك اللي كتبته، اشطبه وركز مباشرة على الخطوات. الخطوات هي اللي راح تكون أهدافك. لما تحقق الخطوات راح يتحقق الرؤية. يعني الرؤية تاعك هذيك الهدف الكبير هي الرؤية تاعك، هي لا فيزيون تاعك وش حاب تحقق في النهاية، ولكن تعامل مع الخطوات على أنها أهداف. صح، أنا منذ قبل أسبوع أنا عندي كراس الأهداف. صح، ما فيش أهداف كثيرة ولكن الحمد لله. يعني كتبت قبل أسبوع هادية كتبت أريد أن أقدم حصة تلفزيونية أو برنامج تلفزيوني، لا أدري، مهم حاجة عندها علاقة بالمجال تاعي، وكون عندي ولو يعني فضاء خاص بي نقدم فيه برنامج أو لا أدري، مهم دورة تدريبية ما يهمش. بعد أسبوع اتصلوا بي، تخيل معايا، بعد أسبوع فقط وأنا كاتبها. وحتى الناس اللي تابعوني ويعرفوا هذا الأمر أفضل مني، سفيان وقتاش تكون عندك، يكون عندك برنامج خاص؟ وقتاش يكون عندك برنامج خاص؟ أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ولما كنت نقولهم إن شاء الله، صدق أو لا تصدق، ما كانش عندي ولا فكرة على أني سوف أقدم برنامج، ولكن كنت كاتبه في دفتر الأهداف وبخليه وقت ما يجي مليح. ولكن التحدي أنه لما نكتبه ما نخليش، لا أدري، فرضا لو هذا كراس تاع الأهداف، فرضا ماشي نكتب هدفي ونخلي الكراس هكا في الدار ولا في المكتب وما ندورش ليه. لا، وش تدير؟ تراجع أهدافك يوميا. الهدف تاعك خليني نقول لك، دير نبداو فقط بعشرين هدف، وفي الغالب الأهداف اللي راح تكتبها راح تكون أهداف مادية، يعني عندها علاقة. ممكن تقول لي أهداف حاب نشري سيارة، حاب نتزوج، حاب نشري دار، حاب نفتح مشروع، حاب يكون عندي مبلغ مالي في البنك، حاب نسافر البلد الفلاني. ما نقول لك سفر، قول البلد الفلاني، أي البلد الفلاني حاب تسافر له، منش عارف، لا أدري، قادر تقول لي مثال يكون عندي ملابس فاخرة من النوع الفلاني أو الماركة الفلانية، نشري سيارة للزوجة تاعي أو نروح عمرة أو ندي والدي للحجة ونشري الأب تاعي سيارة الفلانية. ففي الغالب الأهداف الأولى تكون مادية، ولكن كل ما تمشي في الأهداف كل ما تكون الأهداف شخصية عندها علاقة أنه حاب الناس تحبني، حاب الناس تقدرني،
جربها جربها وراح تلقى هذه النتائج. انا نقول لك من الاول في الغالب راح في الاول راح تكون اهدافك ماديه عندها علاقه بالمال والسفر والحج والنجاح وشركه وهذه الاشياء، ولكن مع مرور الوقت كل ما خلينا نقول تفوت 30 هدف او 35 هدف تبدا تدخل في بعض الاهداف اللي عندها علاقه بالتقدير، نحب الناس تقدرني، نحب الناس تكون عندي علاقة مليحة مع الأشخاص، تكون عندي احترام متبادل وهكذا. ولكن أفضل طريقة أنك تكتب أهدافك وتراجعها. أنا نعرف كاين واحد الممثل شفت فيديو تاعه في اليوتيوب، قال أنا عندي أكثر من 300 هدف مكتوب. طبعا انا مازال ما وصلتش لهذيك المرحله وهذاك المستوى، ولكن قال اني كاتب 300 هدف. مش عارف 300 هدف منين اجيب فيهم، ولكن هو قالها يعني على المباشر، قال عندي 300 هدف مكتوبه. لما تكون مكتوبه صح معناتها بمقياس كمي، مقياس كمي معناتها بالتحديد وموعد زمني وقتاش راح تحقق هذاك الهدف. اكتب علاش؟ لانه فرضا أعطيك مثال في كرة القدم، خلينا نقوله في كرة القدم، كرة القدم أغلب الأهداف التي تسجل في الدقائق الأخيرة، يعني الربع ساعة الأخير. لماذا؟ لأنه في بداية المباراة دائما يلعبوا بريتم شوية يكون منخفض، ولكن العقل يعرف، عقل اللاعب يعرف أنه المباراة فيها 90 دقيقة، يعني فيها ساعة ونص، فكلما اقترب من نهاية المباراة كلما صعد هذاك الأدرينالين باش يمد حافز أكبر لكي يسجل أكبر عدد من الأهداف. نفس الشيء بالنسبة لأهدافنا، إذا قلت أني حاب لا أدري حاب نشري سيارة ونخليها صح، وقتاش حاب تشري سيارة؟ هذا اليوم، غدوة، غير غدوة، الشهر الجاي، العام الجاي، العامين، ثلاث سنين. فبالنسبة للعقل في كل وقت مسموح، أما إذا حددت الزمن ولكن مع مرور الوقت كل ما خلينا نقول تفوت 30 هدف او 35 هدف تبدا تدخل في بعض الاهداف اللي عندها علاقه بالتقدير، نحب الناس تقدرني، نحب الناس تكون عندي علاقه مليحه مع الاشخاص، تكون عندي احترام متبادل وهكذا. ولكن افضل طريقه انك تكتب اهدافك وتراجعها. انا نعرف كاين واحد الممثل شفت فيديو تاعه في اليوتيوب، قال انا عندي اكثر من 300 هدف مكتوب. طبعا انا مازال ما وصلتش لهذيك المرحله وهذاك المستوى، ولكن قال اني كاتب 300 هدف. مش عارف 300 هدف منين اجيب فيهم، ولكن هو قالها يعني على المباشر، قال عندي 300 هدف مكتوبه. لما تكون مكتوبه صح معناتها بمقياس كمي، مقياس كمي معناتها بالتحديد وموعد زمني وقتاش راح تحقق هذاك الهدف. اكتب علاش؟ لانه فرضا اعطيك مثال في كرة القدم، خلينا نقولوا في كرة القدم، كرة القدم اغلب الاهداف التي تسجل في الدقائق الاخيره، يعني الربع ساعه الاخير. لماذا؟ لانه في بدايه المباراه دائما يلعبوا بريتم شويه يكون منخفض، ولكن العقل يعرف، عقل اللاعب يعرف أنه المباراة فيها 90 دقيقة، يعني فيها ساعة ونص، فكلما اقترب من نهاية المباراة كلما صعد هذاك الأدرينالين باش يمد حافز أكبر لكي يسجل أكبر عدد من الأهداف. نفس الشيء بالنسبة لأهدافنا، إذا قلت أني حاب لا أدري حاب نشري سيارة ونخليها صح، وقتاش حاب تشري سيارة؟ هذا اليوم، غدوة، غير غدوة، الشهر الجاي، العام الجاي، العامين، ثلاث سنين. فبالنسبة للعقل في كل وقت مسموح، أما إذا حددت الزمن العقل سوف يتعود. لما تراجع أهدافك يوميا سوف يتعود على ذلك خلينا نقوله هذاك الوقت بالذات المحدد، لأنه تعود على قراءة ذلك الزمن بالذات،
لو مثال عندك هدف تقول لي حبيت نحقه في مارس 2021 صح؟ أنا في التدريب مثلا قلت في نهاية 2018 سوف أتحصل الاعتماد الفلاني باش نعود مدرب في التنمية الذاتية وهكذا. تخيل في ديسمبر 2018 تحصلت عليه، واضحة؟ فموش يعني خلي المخيلة تاعك تمشي، خلي المخيلة تاعك هي اللي تخدم، لأنه إحنا في بعض المرات تكون عندنا حماس للأهداف ولكن يجينا واحد الاعتقادات أنه زعما صح راح تصرى، فيبدأ ذاك الاعتقاد، ذاك الحديث الداخلي، هذاك الحديث الداخلي كاين واحد مش عارف إلا صرات لك، عارف أني صرات لك، حديث داخلي يقول لك خطيك. ما نحكيوش على الناس، الناس حاجة أخرى، نحكي على نفسي، نكتب ولا تحكي أنت على نفسك، تقول لي مثل عندي أهداف ولكن يجيني حديث داخلي يقول لي ما حش تقدر تحقق. بالله عليك يعني هذا الحديث الداخلي كيفاش راح نتعاملوا معه؟ أنا راح نعطيك طريقة كيفاش تعمل معه بعبارة واحدة فيها أربع كلمات فقط نعطيها لك ولا ما نعطيها لكش؟ خلاص خليني نعطيها لك. قل له شكرا لك على المشاركة، thank you for sharing، merci pour votre participation، سميها كما شئت في كل لغة إلا عندها أربع كلمات. لما يجيك هذاك الحديث الداخلي باش ما يخليكش تتقدم، ما يخليكش تتعامل مع أهدافك، ما يخليكش تتخيل أهدافك وهكذا، هنا بالذات يجيك هذاك الحديث فتقول له شكرا لك على المشاركة، ثم غير سكت عليا أنا عارف وش راني ندير، لأن الحديث الداخلي منين جاي؟ منين جاي؟ جاي من البرمجة، والبرمجة وش قلنا عليها؟ أنه هو ملفات فارغة تلقينا معلومات من أجل البقاء على قيد الحياة فقط، مش من أجل النجاح، هذه حكينا عليها من قبل. لذلك هذاك الصوت الداخلي نابع من البرمجة السلبية التي موجودة في الإنسان، ومع الأسف كلنا عندنا تلك البرمجة السلبية. لذلك دائما هناك صراع بين الحديث الداخلي أو لفغيسوا يعني الذات الحقيقية والذات الكاتبة، فمن ضمن التحديات اللي بيناتهم هي تحقيق الأهداف. والنجاح ما معنى النجاح؟ احنا صدرنا في أولى حلقات البرنامج أنه راح نحكيه على أشخاص أو نحكيه على استراتيجيات ناس ناجحين. ما معنى النجاح؟ النجاح هو تحقيق أهداف. لما تحقق أهدافك هذا هو نجاح. الآن ممكن تحقق أهدافك في الجانب الروحاني، لأن هناك سبعة محاور في النجاح. عندك النجاح أو الجانب الروحاني يعني علاقتي مع الله عز وجل وهكذا، عندك أيضا الجانب الشخصي يعني التطور الشخصي، الديفلوبمون بيرسونال، التنمية، أنك تطور من روحك وهكذا. عندنا أيضا الجانب الصحي، لما يقول لي مثل واحد أني حاب نقص في الوزن، شحال حاب نقص في الوزن؟ أعطيني بالتحديد، ماشي أريد أن أكون في صحة جيدة، لا، أريد أن أنقص أو أتمتع بالوزن المثالي اللي هو لا أدري 80 أو 75 كيلوغرام، يعني كل واحد والريتم تاعه، واضحة؟ فهنا مليح الإنسان أنه يدير أهداف في كل مجالات الحياة. المجال الرابع هو الركن الشخصي أو الركن العائلي، الركن الأسري، كيفاش نتعامل مع الأب تاعي، كيفاش نتعامل مع أمي، كيفاش نتعامل مع العائلة تاعي بصفة عامة، كيفاش نتعامل مع زوجتي، مع أولادي، مع أخويا، شكون هاد الناس اللي قرب ليا، كيفاش راح نتعامل معاهم، كيفاش يتعاملوا معايا وهكذا. الركن اللي قلنا احنا الركن الروحاني، قلنا الركن الشخصي، الركن الصحي، الركن الأسري، الركن الخامس والركن الاجتماعي، يعني في المجتمع هذا وش راح يستنى مني، ماشي أنا نستنى منه، هو يستنى مني. ما هي أهدافي في المجتمع؟ هل أهدافي أني لا أدري ندخل في جمعيات تاع بينيفولا، أو هكا لا أدري في التطوع نروح نقيو لي بلاج، ولا نروح للغابات، ولا نديروا حملات تحسيسية، ولا الإنسان يكون فعال في المجتمع. فمليح الإنسان يكون عنده أهداف في الركن الاجتماعي. الركن السادس هو الركن المهني، المهنة تاعك اللي تحب تنجح فيها، ما هي المهنة التي تحب أن تنجح فيها؟ لذلك كان واحد الدورة أنا قريتها مع هارف إيكر يقول get rich doing what you love، يعني أنك تكون غني لأنك تخدم في المجال اللي راك حابه.
I work because I choose to, not because I have to. يعني أنا أعمل لأني أحب العمل، مش معناه أني مضطر. لما تخدم وأنت مضطر، الأهداف دي تتحقق ولكن ما تتمتعش بها. لذلك منيح الإنسان يخدم في مجال يحبه. لذلك أولادنا لما يقول لي حاب، لا أدري، أنا ابني أمير واحد الوقت يقول لي صفيني حاب نولي ميكانيسيا، نقول له صح روح هاي، ومن بعد يغير، ومن بعد حيغير يقول لي لا والله أني حاب نولي يشوف محرز. لا أدري خطرة شاف محرز لسجل ضد نيجيريا، قال لي حاب نوعد كما محرز، خلاص روح. يغير أهدافه لأنه كل مرة يحب يدير حاجة. فمليح الإنسان يخدم في مجال يحبه. لذلك ختاما، ممكن شوف الموضوع تاع الأهداف قادر يشد أيام، ماشي فقط ساعة أو ساعتين أو دقيقة أو دقيقة، ولكن إحنا حاولنا في هذا البرنامج أن نمدوله عدد وفيه دقائق بسيطة، ممكن أني وصلت الأفكار بطريقة بسيطة جدا. حاولت أني نمد يعني أفكار سلسة، ما عندها ماهيش معقدة. فقط لما تكون عندك أهداف، لما تكون عندك رؤية اكتبها. فالهدف تعريفه نعاوده هو بيان بالنتيجة المطلوبة بمقياس كمي وموعد زمني. أنا فخور بك مهما كانت نتائجك، لأنك صديقي. سنلتقي عما قريب.